سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم فاطمة زهراء من قناة تيما فلوكس. كما العادة كنرحب بكم، غير هاد المرة كنرحب بكم من المغرب. فأنا جيت المغرب الحمد لله، وصلت بخير وعلى خير. واليوم العيد، العيد الكبير، فقررت انني نصور لكم فيديو اليوم ان شاء الله. مازال ما عارفاش يعني شنو غادي نصور، ولكن غادي تدوزوا معايا اكيد النهار، فخليكم معايا. ومع هاد الطويله هادي كنقول لكم عيد مبارك سعيد، ويدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وبكل ما كتمناو وتعيدوا وتعاودوا. فخليكم معايا لغايه اخر الفيديو، وشكرا. البنات، حنا ذبحنا الحمد لله، ودابا راه كتشوفوا في السقيطه، راه هي كتسقطر. وشعلنا الفاخر باش نصايبوا القطيبات ديالنا. الشحمه راه هي تنشرات، دابا نوريها لكم فين ناشرينها. ايوا صافي، دابا غادي نوجدوا ان شاء الله بحال يعني كاع العائلات المغربيه، شويه ديال القطبان، شليضات بطبيعه الحال. وهانتوما معايا. بنات، انا نشرت الشحمه هنايا تنشف، وفي نفس الوقت يعني ما تضربش فيها الشمس، تنشف غير بهكا بالهواء في الظليله. فكنظن انا كلشي كيدير هذه الطريقه ضروري، من بعد ما يعني من بعد الذبيحه كنشرو الشحمه تنشف، عاد كنبداو نصايبو بها بولفاف. فهادو هما التقاليد ديالنا المغربيه. ايوا دابا غادي نهبط نوجدو شليضات مغربيه اللي غادي نرافقو بها هاد الاطباق هادي. البنات، كيف كتشوفوا دابا هنا بغينا نبداو نوجدوا في القطبان. صايبت الكبده والريه قطعناهم، وماما راه مسكينه بدات كتشوي فيهم. كنشويوهم يعني نص شويه في الاول، عاد كنلويوهم في الشحمه ودايره في الفلاكة كتشوى باش ندير شلاضه. ايوا هادو هما الاجواء. احنا غاديين، خاصني نغسل المعنات باش داكشي ما يتجمعش. وبهاد المناسبه كنبغي نشكر صحاباتي اللي يعني شجعوني وطلبوا مني انني نصور لهم اجواء العيد في المغرب. ما بغيتش يعني ننسى حتى شي وحده. المهم كاينه ضحى، عيشه، ساره، كل البنات الاخرين. فكنقول لكم شكرا، شكرا انكم شجعتوني انني نصور هذا النوع من الفيديوهات. صراحه هذا اول فيديو ليا ديال العيد. ايوا نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يكمل الفيديو، كيفاش غادي يدوز النهار، كيفاش غادي يكونوا الاجواء. وهانتوما معنا. كيف كتشوفوا هنايا درت فليفله كتشوى. البنات، غير واحد النصيحه بغيت نقولها لكم، ملي تشوى لكم الفلفله بطبيعه الحال راكم عارفين كديروها في ميكا او لا في شي حاجه كتزنتوها باش كتحيد ليها هذيك القشره ديالها بسهوله. غير هو البنات ما تغسلوهاش، حيدو، ديروا مثلا غير واحد الزلافه فيها الماء، تبقاو تفزقوا يديكم وتقشروها باش كتبقى محافظه على ديك النكهه ديال الشوى ديالها. وهنايا غادي ندير مطيشه والخيار شلاضه، يعني سلطات مغربيه اللي كنبغيو هكا مع الشوى، وبريريت ديال اتاي. وحنا غاديين. البنات، كيف كتشوفوا هنايا، كي قلت لكم ماما راه بدات كتصايب في الكبده والريه. دابا غنبدا نقطع في الباقي، غنقطعهم هكا طيفات كبار بحال هكا، وغادي نبدا نشويهم نص شويه البنات، غير شويه يعني غير يعني كيشويو العافيه واحد شويه وصافي، ما تخليوهمش حتى يقصحوا، لان باقي غادي تلويو عليها الشحمه وغادي تشويوها. هنايا غير غادي نقي هذا واحد شويه، والباقي راه غادي يزيد يعني يجيني ساهل في التقطاع ملي غادي يطيب، ملي غيتشوى. بحال هكا صافي. دابا غادي نجيب الشوايه وغنبدا نصايب فيهم، ندير لهم نص طيبه كي ذكرت وصافي. ايوا البنات، فين وصلتوا مع الدواره؟ فين وصلتوا مع تمارا؟ كاين شي تصياق؟ كاين شي شغل؟ كيف كتشوفوا انا درت الكبده دابا كتشوى غير شويه وغادي نحيدها. ماما كتاكد وتعاود.
على فكرة انا ما قلتش لكم، انا هاد العام معيده مع الوالدة ديالي مع دارنا، هكا كندير انا وراجلي عام عند ماما عام عند والديه. فالعام الجاي ان شاء الله الا كتب رانا نصور لكم من عند عائلة راجلي ان شاء الله باذن الله. ايوا الا عندها اللي عندها شي قطيبه تنوض تصايبهم، وانا كنصايبهم حتى انا معاكم، خليكم معايا. البنات قبيله نسيت ما ذكرتش لكم، كنتمنى تكونوا كتسمعوني. الكبده راه ما شويتهاش كلها، ديك نص شويه اللي قلت لكم خليت واحد شويه، كندير واحد القطبان بالقلب ها هو، والكبده كنشرملوهم يعني بشويه ديال المعدنوس، ما كنكثروش الصراحه على الطريه، غير شويه الكمون مليحه معدنوس، وواقيلا ماما كدير حتى البصله على ما اظن. فانا كنصايبهم دابا، ماما رجعت الكبده قالت لي باقي خاصها واحد شويه. ايوا هادشي اللي كاين هاد النهار، هذا غير ديال الموس والتقطاع ياك. ايوا كنقول لكم مره اخرى عيد مبارك، واللي يعني اللي ما تاحتش ليه الفرصه انه يعيد او اللي في الغربه فكنقول ليه معليش، ان شاء الله العيد الجاي تلقاكم حتى نتوما مجموعين مع عائلتكم ومع والديكم، شويه ديال الصبر. فتا انا شحال من مره يعني اضطريت انني نعيد في المانيا على ود الخدمه ديال الزوج ديالي، فكل عام وظروفه، يعني ما ديروش في بالكم، حاولوا تخلقوا الاجواء ديال العيد ولو غير بيناتكم مع صحابكم وعائلتكم او اصدقائكم اللي كاينين حداكم. انسان يحاول يفرح ويعني يرضى باللي كاين، وهادشي اللي كاين. حبيباتي هذه هي الكبده والقلب اللي قطعت قبيله معكم، ها هما قطعتهم هنايا. شنو زدت عليهم؟ زدت عليهم شويه ديال البصله، البصله الحمراء، ديروا اي بصله عندكم غير هذه كتجي بنينه مع الشوى. وشنو غادي نضيف؟ غنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون، غير شويه. خلاص الملحه ما كثرتهاش على ود الوالده ديالي، والكمون ما تكثروش لان هادشي كيكون باقي فخي طري، فكتحاولوا انكم ما تكثروش العطريه، يبقى الطعم ديالو هكاك ناتوريل. غندير غير شويه صافي، وشويه ديال القزبر ومعدنوس ها هما. ما غندير لا تحميره لا زيت لا حتى شي حاجه، غير هادو كافيين، وغنديرهم في القطيبات وغادي نشويوهم ان شاء الله. فصورت لكم هاد لابارتي هادي بالنسبه للبنات اللي ما عمرها ما دارت هاد النوع ديال القطبان، فكنصحك انك تجربيهم لانهم كيجيو زوينين، وكتهرسي يعني شويه داك الطعم ديال بولفاف مع الشحمه مع هذا، فبزاف الناس ما كيبغيوش، فاحنا كنديروا النص بالشحمه والنص على هاد الطريقه هادي. جربوها انا متاكده انها غتعجبكم بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي ما عمرهم داروها. البنات هذه دابا الوحده ونص، ها نتوما كتشوفوا كلشي واجد. قطعت هنايا شليضه ديال مطيشه والخيار، سلطه مغربيه، وهنا درت غير الخس بوحدو، وهذيك الفليفله اللي شويت ها هي. هادو دابا كلهم غندير لهم غير شويه ديال الملحه، وهادو بجوج غندير لهم شويه ديال الملحه والكمون وزيت البلديه، وهذا غندير ليه غير الزيت ومليحه. غادي تشوفوا هنايا كاين السوسيس لان بنتي ما كتاكلش ليا هادشي، خديت لها شويه ديال السوسيس، والقطيبات ها هما موجودين، انا غادي نحطهم يتشوا. بطبيعه الحال غندير الخبز ها هو، مطيليعات مصايبه وماما ان شاء الله غادي نطلب منها انها نصايب انها تشارك معكم الوصفه. انا نوريهم لكم كي دايرين. كيف كتشوفوا هاد النقيطات كلهم راه خليط ديال الزرارع، كتعجنهم وكيجيو زوينين ومهوين من الداخل. دابا نشاركوا معكم ان شاء الله الوصفه، دايراهم في هذا الحجم هكا كبير للشوا، ودايراهم حتى صغيورين هكا للفطور، راه كنت حاطاهم في الطبله ديال الفطور اليوم. ايوا هادشي اللي كاين البنات، بصحة غداكم. البنات شويتوا ولا مازال؟ انا كنشوي دابا، ما نعاودش لكم على الحراره، راكم عارفين مراكش كي داير، ولكن غنصبر واحد شويه وندخلوا للداخل. ها هما قربوا يوجدوا، نتلاقاو مع الطبيله ديالنا وطبق التقديم ان شاء الله.
سلام البنات، انا عاودت رجعت لكم بعد ما سالينا كاع الشغالات وسالينا داكشي ديال التقطاع ديال الحولي. المهم راكم عارفين دابا جيت باش نقفل هاد لا فيديو هادي ولا هاد الفلوغ. بغيت غير نهضر لكم على العاده ديالنا. حنا نهار العيد كنديروا كسكسو بالكتف اليمن، وداكشي اللي بقى كنفطروا به، فهذه العاده ديالنا. وبطبيعه الحال كاع التقاليد المغربيه تحترم. ويا ريت نتوما تكتبوا لي يعني في التعاليق ديالكم شنو العادات ديالكم نهار العيد ونهار ثاني عيد. اذا حبيباتي الطبيله ديال كسيكسو ديالنا ها هي كتجي على هذا الشكل هذا. فكنخليكم يعني مع صور، وكنقول لكم تصبحوا على خير ونتشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد. فمع السلامه وعواشر مبروكه مره اخرى.